متابعينا بأجواء الفن ومن التمثيل والدراما الإذاعية، رح ننتقل إلى الصوت الجميل ونحكي أكثر مع المغنية هديل طربي. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. صباح الخير، رمضان كريم ينعاد عليك. علينا وعليكم. صباح الخير ورمضان كريم. خلينا نرجع شوي هيك بالزمن لورا ونحكي عن البدايات. تمام، قبل ما أجاوبكم، صباح الخير للوطن، صباح الخير لقائدنا الوطن سيادة الرئيس بشار الأسد، صباح الخير لكل مين عم يهدنا. وبمناسبة شهر رمضان الكريم، هو شهر الخير، شهر المحبة، شهر التسامح، بحب أقول لهم كل عام وأنت بخير، ويكون سنة خير جميعا علينا، خير علينا وعليهم. وبهلا بدي أخذ هيك شوي ملاحظة، يعني نطفة صغيرة، حابة أترحم على شهدائنا الأبرار وقول الله يرحمهم جميعا. وشفتي نحن بهذا الوضع، الله يرحم كل من فقد. آمين يا رب. تسلمي لي يا رب ويسعد لي صباحكم. صباحك. بما سألتك قبل بالبداية عن البدايات، يعني خلينا نتعرف أكثر على حضرتك، عن البدايات، على النوع اللي أنت حضرتك بتحبي تأدي وتغني. أنا بداية الفن عندي كان من الطفولة، بالمرحلة الإعدادية طبعا. فصرنا بتعرفي بالمدارس في إنه حفلات ومشاركات بمهرجانات، فكنت مميزة بالنسبة للمعلمات أنا. فكانت تقولي المعلمة إنك أنت صوتك حلو، ليش ما بتشاركي؟ فكنت شارك بالأمسيات الشعرية طبعاً، وانتقلت من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية، فتقويت أكثر وأكثر، وصرت كمان غني وشارك بالمهرجانات وبالحفلات المدرسية، ولحد هذا العمر طبعاً زوجت. وأنا بتشكر اللي دعمني هاي المرحلة الفنية، يعني بحب أقدم له تحية وقل له ألف شكر له من قلب عن جد صادق ومخلص، لأنه بيهلق بهذا الأوان وبهذا المجتمع صعب رجل مثل هذا الرجل اللي دعمني وبعده لحد إسا واقف معي، اللي هو جي كامل. الله يخليكم لبعض. استهديل، يعني دائما أي حدا بيتوجه أو بيكون عنده موهبة دائما بيتوجه إلى معهد، إلى شيء أكاديمي. تمام. لحتى يثقل صوته، لحتى ينمي هاي الموهبة. يمكن تمام. في كتير ناس بيتمتعوا أو بيملكوا صوت جميل ولكن ما كتير بيعرفوا يغنوا، بيروحوا بيسجلوا بمعاهد. خلينا نحكي عن مرحلة تطوير الصوت. أنت يعني وين التجأتي؟ مين كان أستاذك؟ أو كيف بدأتي بهي المرحلة؟ وأكيد اللي بده يغني أو يكون صوته جميل لازم يكون يعزف على آلة موسيقية أو بحب آلة موسيقية محددة كمان. خلينا نحكي عن هالموضوع. طيب أكيد. أنا كغناء فتت على معاهد. أول شيء كنت أنا غني سماعي. تمام. وبعد السماعي صرت أحس حالي أنه أنا لازم غني، يعني أحس أنه أنا عم بتشجع، في عندي شيء لازم أظهره. ففي الأستاذ في الأستاذ سليمان حرفوش والملحن عيسى النجار، بعد لحد إسا أنا عم بتعلم معهم وعم يعلموني الأغاني طبعا، أنا بتشكرهم كثير. وطبعا فتت على معاهد الفيج لتقوى اكثر، لانه اكيد السماعي ما بيكمل اذا ما كان في سولفيج مشان الطبقات. والحمد لله وصرت شارك بمهرجانات طبعا ضمن الشام وريف الشام. نعم، يعني مشاركات متنوعة كانت لحضرتك ضمن المهرجانات. إذا كان في لك أعمال وإنتاجات؟ كنت عندي كثير أنا أعمال. تمام. خلينا نحكي عن أحدى سالة يلي قدمتيها حضرتك، وإذا في شيء جديد عم يتحضر. أكيد. أنا عملت إلي أغاني خاصة طبعا، أغاني وطنية وأغاني لسيادة القائد الرئيس بشار الأسد، وعملت أغاني بالعيد الأم بمناسبة عيد الأم، وهلق في أغنية كمان عم نزلها جديد، هي أغاني غزلية يعني عن الحياة الغزل. وشاركت بمهرجان بمحافظة سويداء، وشاركت بمراكز ثقافية، شاركت بمسارح، يعني كمان كله هذا انه لحد بعدي بوتعابي بهذا المجال. وهلق في مهرجان اسمه مهرجان الربيع كمان انا مشاركه فيه بعده هلق. تمام. تمام. خلينا لك نسمع شيء من حضرتك، حبيت تسمعينا اياه. تمام.
مقطع لنجاة صغيرة. عيون القلب سهرانة ما بدنا نمشي وانا صحية ولا نايمة ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم هو عيونه بتشبع نوم انا رمشي مدى النوم هو عيونه بتشبع نوم نوم روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. لك تسلم هالصوت. اكيد حضرتك اتجهتي او باعمالك اكثر كانت متجهه للاعمال الوطنيه اكثر، شو اللي بيميز هذا النوع عن باقي الانواع برايك؟ بس الاعمال الوطنيه بتختلف كثير عن الاعمال الثانيه. الوطنيه شفتي نحن بالنسبه لسوريا مرقت بظروف صعبه يعني، وبعد لحد هسه عم بتعاني سوريا من هذا العذاب اللي عايشينه نحن كنا كمواطنين. فانا الوطني بحبه انه بيخدم الشعب يعني، بيطلع الكلمه من القلب. ايوه تمام. يعني في احساس بتحسي انت عايشه الجرح، عايشه الاحساس، تمام. فهذا الشيء بيميز عن الشيء الاخر. كمان كان عندك شيء انتاج خاص وطني؟ هسه في غنايه انا غنيتها لسياده الرئيس، بحب اسمعكم منها مقطوعه. ايه يلا تفضلي. قائدنا غالي علينا غالي علينا ساكن جوا عنينا ساكن بعنينا، قائدنا غالي علينا غالي علينا ساكن جوا عنينا ساكن بعنينا، صامت بوجه الاعصار صامت بوجه الاعصار، سوريا 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 عالج بينا أسد حامي عرينا أسد حامي عرينا سوريا عالج بينا. شكرا كثير إليك. سنوات كثيرة قضيتيها حضرتك بمجال الفن والغناء، ولكن هذا الطريق معروف عنه أنه هو طريق صعب. إيه أكيد. شو الصعوبات اللي واجهتك؟ والله واجهت صعوبات كثير. أول شيء لما بدك تفوتي على الفن بدك دعم، إن كان من مادي ولا من معنوي، هي كبداية. فأنا لما بلشت بالفن يعني بدك تعملي بدك تدوري على مين يوقف معك او تسجلي عنده بالمجال الفني، فهذا الشيء كثير انا عانيت منه، والحمد لله يعني مثل ما بيقولوا الدنيا ما خلى والحمد لله كملت، وبعدي هلا ماشيه بالمشوار، وان شاء الله يا رب هيك اقدر اكمل من فنانه صغيره لفنانه كبيره. دعوات الجميع اكيد. تمام. يعني قبل ما نختم مع حضرتك خلينا هيك نحكي، بما انه حكيتي عندك مشاركات كثيره حاليا اكيد نتمنى لك كل التوفيق. تسلمي يا رب. ولكن كمان شو حابه تضيفي شيء قبل ما نختم معك باغنيه؟ في غنايه لام كلثوم. حابه هيك توجهي معايده تحيه قبل ما نختم مشان نختم مع حضرتك. انا بعايد سياده الرئيس وكل عام والشعب العربي كله بخير وبخير، وان شاء الله يا رب يكون هالسنه تكون خير. انا بقول تكون خير على الكل يا رب. بتحبي تسمعي؟ تفضلي سمعي شيء. هو صحيح 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 الهوى غلاب، معرفش أنا والهجر قالوا مرام
اليوم اليوم بسنة جاني الهوى من غير مواعيد وكل ماله حلاوته زيد. ما احسبش يوم هياخدني بعيد. ما احسبش يوم هياخدني بعيد. ويمني قلبي بالافراح وارجع وقلبي كله جراح. ويمني قلبي بالافراح وارجع وقلبي كله جراح جراح جراح. وازاي يا ترى اهو ده اللي جرى؟ ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى؟ اهو ده اللي جرى. وانا 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 ما اعرفش ما اعرفش. انا شكرا كثير لك، واكيد نحن بدنا نتمنى لك التوفيق ست هدي التربية، يعني موفقة يا رب خطواتك اللي جايه، واكيد ناطرين كل جديد منك. ان شاء الله اكيد اكيد. شكرا كثير لك والعافيه، وشكرا لكم ولاستضافتكم لإلي. اهلا وسهلا، تسلمين. لا وصلنا لختام صباحنا غير